ثواني. موقع اسمه سيتي بيلدر، تقدر تختار المدينة اللي انت عايزها، وأغلب المدن موجودة في أمريكا، وأي مكان هتختاره هيبدأ يديك انفورميشن عن المكان ده كله. مثلا هنا ممكن تقول سي ديتيلز، فيبدأ يديك المساحة، الزونينج، الشارع، كل المعلومات المفروض انها تتوفرها للمباني اللي موجودة، ونقدر ان احنا نشوفها 3D بالشكل دوت. بدوس على البقرة اللي في النص وتبدأ المباني تظهر معايا 3D. بالشكل دوت ممكن تقول له انا عايز current used او last sold، بحيث تبقى متابع حركة البيع والشراء في المكان. يبدأ يجيب لك الحاجات، المدارس الموجودة، الحاجات الكوميرشال. ممكن نقول له لس صورت من فترة معينة، مثلا من 2000 ل 2023، او تعمل سيرش على سايز معين البيلدينج يونت، بحيث ان انت بتفلتر المعلومات اللي موجودة. لو انت عايز تشوف الليجند بتاع الخريطة، هتيجي هنا ماب ليجند، هنا مثلا الليد، هنا الكونكت الدير، وهكذا.